بخطوات حذرة من هذه المنطقة الأقل خطورة، تحاول لطفية الوصول إلى وجهة تطمئن بها على منزلها الذي هجرته نازحة مرغمة منذ 10 أشهر، مخلفة وراءها أحلامها وكل ما تملك. ومن هذا المكان تحاول أن ترمق منزلها علها تراه، حيث لا إمكانية للوصول إليه نتيجة القذائف المتتالية والقنص المباشر لميليشيا الحوثي وقوات المخلوع. برفقة رجال المقاومة نصطحب لطفية إلى وجهة أخرى على منزلها يبدو أكثر وضوحاً. بحزن وحسرة تقف نظرات لطفية على منزلها ومنازل جيرانها التي دمرتها الميليشيا. في هذه المنطقة من جبل جرة تلخص هذه المنازل المدمرة والمحترقة وجع مالكيها الذين نزحوا عنها وتشردوا بعد سيطرة الميليشيا على حي الزنوج المقابل لهم واستهدافهم بالقذائف ونيران القناصة، كما هو حال معظم أحياء المدينة. تعود لطفية إلى المكان الذي احتواها وعائلتها، إلى هذا المستودع الضيق. هنا تتقاسم مساحاته الممكنة مع أطفالها وزوجها الذي أضحى هو الآخر دون عمل، في ضيق بعد رخاء وحياة كانت هانئة. يقولوا لي لما ما هذا الدكان، لي من ليش ما هذا الدكان، هذا الدكان ما عجبنا عشان يقولوا جلسي عيالي بعيد قوم ولا الرصاص. فوقنا الرصاص وقذائفين نسرح، من يخلي احنا نعيش ببيوتنا؟ هربنا قلنا لهم لا هنا لا، قولوا شوفوا لنا بيت، قلنا لا ما قدرش عيال يشوفوا لكم بيت. الرجال بلا شغل الله ولا عمل داخل راقد، معنا أكل من المقاومة، أكلنا من المقاومة من أول ما راح الحرب. ثانيا اندوا لنا الصلابة من شفق ربي، اندي لنا لداخل الدكان هذا. غدا أكبر طموحات هذه الأسرة النازحة البقاء على قيد الحياة، وها هم الصغار يشاركون في صراع البقاء. فمهمة صغيراتهم جلب المياه والذهاب للبحث عن الحطب وجمعه والعودة به، عادة يومية شائكة في ذكرى طفولة أبناء تعز، تلك الطفولة التي شاخت قبل أوانها في زمن الميليشيا. يتشبث النازحون بأمل العودة إلى منازلهم، أمل معقود في ناصية الجيش والمقاومة الشعبية، عسى أن يكون قريبا. أنيس العلواني، قناة بلقيس، تعز. Thank you.